طاعة الحكام. طاعة الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، هذه هي الحلقة الرابعة من سلسلة الحلقات المتعلقة بأحاديث طاعة ولي الأمر. كنت قد تحدثت في الحلقة السابقة عن حديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وتبين لنا أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأتحدث اليوم عن حديث آخر، حديث مشهور رواه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه رجل من خيار التابعين، هو أبو إدريس الخولاني رحمه الله. سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلبتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث صحيح رتب فيه حذيفة بن اليمان هذه الأسئلة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وأجابه. والشاهد عندي في الفقرة الأخيرة من هذا الترتيب: كان هنالك شر، ثم جاء الله بالخير، ثم يعقبه شر، ثم يأتي خير وفيه دخن، ثم يأتي شر بعد ذلك، ووصفه صلى الله عليه وسلم ونبه عليه. والشاهد عندنا: ما العمل إذن؟ يقول حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي إذا كان هنالك جماعات مختلفة متخالفة وللمسلمين جماعة وإمام، فتلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لا يوجد للمسلمين جماعة ولا إمام، إنما هي جماعات متفرقة متخالفة، كل يدعو إلى هواه، فهل ألزم واحدة منها أو أعتزلها جميعا؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي إنك إذا وجدت كل الناس وكل المجموعات على باطل فلا تدخل مع واحدة منها، بل تنفض يدك منها كلها وتجتنبها وتعتزلها. هذا هو الحديث الصحيح، ولكن لحديث حذيفة رواية أخرى فيها
سؤال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المراحل، مرحلة الشر الذي كان، ثم الخير الذي جاء، ثم الشر الذي يعقبه، ثم الخير، ثم المرحلة الأخيرة. في المرحلة الأخيرة مروية من طريق منطور أبي سلام الحبشي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. لكن ماذا قال في المرحلة الأخيرة؟ سأل حذيفة ابن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأكل مالك فاسمع وأطع. إذن روايتان تختلفان في النصيحة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه في المرحلة الأخيرة، والحديث واحد والراوي الصحابي هو واحد، فكيف يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا في هاتين الروايتين؟ لا شك في أن الجواب النبوي هو واحد، ولذا فإننا إذا نظرنا إلى إسناد الطريق الأول وجدناه متصلا إلى التابعي الجليل أبي مسلم الخولاني رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عفوا، نجد السند متصلا إلى أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا لو جئنا للطريق الثاني الذي هو من طريق منطور أبي سلام الحبشي عن حذيفة لوجدنا أن هذا السند منقطع عن لوجدنا أن هذا السند منقطع، لأنه لم يدرك منطور حذيفة، أي إذا كان التابعي لم يدرك هذا الصحابي الذي روى عنه فالسند منقطع، ومعنى ذلك أنه لم يسمع الرواية منه مباشرة وإنما وصلته من طريق آخر. فنتساءل: من طريق من؟ لا ندري. إذن من طريق راوي مجهول، ورواية المجهول ضعيفة لا يعتمد عليها، لذا فحديث حذيفة هو ثابت باللفظ الأول، وأما اللفظ الذي فيه تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأكل مالك فاسمع وأطع، فإسنادها منقطع ضعيف فلا يجوز التعويل عليها. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. طاعة الحكام، طاعة الحكام.